سلاماً وسلامة لطلابنا الأعزاء الذين أبوا رغم البعد إلا أن يكونوا قريبين من دروسهم ومن تعليمهم. نشتاقكم كثيراً ونسأل الله أن تعودوا إلى مقاعد الدراسة في القريب القريب. يصادف في الأسبوع القادم في 2 نيسان ذكرى رحيل الساخر في أدبه، المميز في كتابته، والرافض لما يجري في شرقه محمد المغوط. وقد ارتأيت اليوم أن أقدم لكم قراءة لقصيدته أيتها السائح، وهي قصيدة مطلوبة من الوحدة الثانية. أذكركم أنه صاحب كأس الوطن، ضيعة تشرين، والحدود أيضا. ماذا تقول القصيدة؟ طفولتي بعيدة وكهولتي بعيدة، وطني بعيد ومنفاي بعيد. أيها السائح، أعطني من دارك المقربة علني ألمح يدا أو محرمة في هذا الكون تومئ إلي. صورني وأنا أبكي وأنا أقعي بأسمالي أمام عتبة الفندق، واكتب على قفص صورتي هذا شاعر من الشرق. ضع منديلك الأبيض على الرصيف واجلس إلى جانبي تحت هذا المطر الحنون لأبوح لك بسر خطير. اصرف أدلاءك ومرشديك والق إلى الوحل إلى النار بكل ما كتبته من حواش وانطباعات. إن أي فلاح عجوز يروي لك ببيتين من العتابة كل تاريخ الشرق وهو يدرج لفافته أمام خيمته. سأبدأ بسؤال. من خلال فهمك للمقطع الأول في القصيدة أجب، ما المقصود بكهولتي بعيدة وطفولتي بعيدة؟ انظروا، الطفولة بعيدة والكهولة بعيدة، إنه ضياع، إنه ضياع متمثل في الإخبار بالبعد، هذا البعد المستمر من الطفولة حتى الكهولة. إذن وكأن الشاعر في وسط دوامة لا يستطيع هو أن يرجع إلى طفولته، ولا يستطيع أيضا أن يتقدم نحو كهولته، لا يستطيع أن يحظى بعالم له معالم، هذا يصور منتهى الضياع. يعود إلى نفس الفكرة ويقول وطني بعيد ومنفاي بعيد. انظروا، طفولتي بعيدة، كهولتي بعيدة، وطني بعيد، منفاي بعيد. لا طفولة ولا كهولة، لا يتذكر شيئا من طفولته، لا براءة ولا حنان. وفي الكهولة حين يذكرها لا يرى بها خلاصا، لا بالعجز ولا بالموت. وحين يتقدم ليصل إلى الوطن ويذكر المنفى يرى الوطن بعيدا، وكذلك المنفى بعيد. وطني بعيد ومنفاي بعيد، نفس الفكرة يرسخ فيها معنى الضياع. يقول أن هذا الوطن بعيد، الوطن الذي يشكل الانتماء، الحنان، الأمان، المسكن، يراه بعيدا. والمنفى هذا الذي يرمز إلى أشد صور العقاب للخائن، لا صديق ولا معارف ولا انتماء، حتى هذا المنفى بعيد عنه. كيف يمكن أن يحلم باستقرار رغم هذا الضياع الذي يعيشه شاعرنا؟ ليس له وطن وليس له منفى، ليس له طفولة وليس له كهولة. الشاعر لا وجود له، لا في الوطن ولا في المنفى،
يعيش في غربة تامة، لا عنوان، لا بيت، لا مدينة. يشعر باغتراب، وهل أقصى من هذا الشعور؟ أن يعيش الإنسان بوطنه ولكن يشعر بغربة تامة. أي أمان هذا الذي يمكن أن يعيش به شاعر أو أي مواطن آخر وهو يشعر أن الانتماء لديه لمقوم من مقومات الوطن، لأنه لا يملك شيئاً. انظروا، طفولتي كهولتي، وطني منفاي، محسن بديعي. ماذا نطلق على هذا المسمى البلاغي؟ ألدينا استعارة أم طباق أم جناس؟ ما رأيكم؟ هذا طباق صحيح. يستعمل الراوي الطباق ليعكس لنا مدى الصراع في قرارة نفسه، ويستخدم هذا الطباق ليؤكد على الغربة الوجدانية التي يعيشها وتتفاعل في داخله. في ظل هذا الضياع وفي ظل هذا الصراع وفي قسوة هذا الضياع، يحتاج إلى أن يشعر بالوجود، فيطلب من غريب، من سائح، المنظار المقربة، ويستخدم كلمة مقرب وهو يشعر بنفس الوقت بالبعد، بين البعد وبين القرب. يحلم، يطلب ويحلم. ماذا يقول له؟ علني ألمح يدا، أنا أريد المنظار، علني ألمح يدا، علني، أو محرمة في هذا الكون تومئ إلي. أحتاج إلى من يحس بي، يد تومئ إليه في الكون، محرمة تومئ إليه. يحتاج إلى إشارة أنه موجود في هذه الحياة. يحلم باهتمام، يبحث عمن يعنى به، يجيبه، أو على الأقل ينتبه إلى وجوده. فهذا الكون الواسع ليس فيه يد تشير إليه، بل ليس هناك حتى محرمة بدون أن تظهر اليد، حتى هذه المحرمة غير موجودة. إنه يطلب المنظار لعله يرى أملا عن بعد، وذلك بعدما عز وجود هذا الأمل في القرب واستعصى عليه. يطلب الشاعر من السائح أن يصوره، والصورة كما تعلمون تصور الحقيقة، هذه ليست رسمة، هذه صورة، وسيلة لتعكس الحقيقة. عناصر الصورة ما هي؟ دعونا نعود إلى القصيدة. في القصيدة يقول الشاعر: صورني وأنا أبكي، وأنا أقعي بأسمالي أمام عتبة الفندق. انظروا إلى هذه العناصر التي تركب صورة الشاعر: أنا أبكي، أنا أقعي بأسمالي أمام عتبة الفندق. رجل يبكي، لا يشعر بحياء بهذا البكاء، لا كرامة، يلبس أسمالا، ثيابا رثة، فقر، لا كرامة، يقعي. انظروا، هذا الفعل يستخدم مع الكلاب، وكأنه يعيش حياة التشرد، حياة المتشردين. عناصر الصورة تشير إلى واقع مؤلم، فالشاعر يعيش حياة قاسية، فقيرة، لا تليق بإنسان. يجلس على الرصيف، الرصيف يشير إلى هامش الحياة، إلى اللاشيء، إلى عدم الاستقرار، إلى التشرد. إذا كانت حياة الشاعر بهذا الشكل، فلك أن تتخيل عزيزي الطالب كيف هي حياة الآخرين. ومع هذا يحاول الشاعر أن يخلق بصيصا من الأمل رغم قسوة الحال. يذكر المطر، وأي مطر؟ المطر الحنون.
لكن المطر قد يكون خيرا وقد لا يكون. المطر الحنون، هل الشاعر متفائل؟ هل الشاعر متشائم؟ أم هو بين التفاؤل والتشاؤم؟ يصرخ بصمت يعبر فيه عن رغبة قوية لفتح الحقيقة. انظروا الحيرة التي يشعر بها ونشعر أيضا نحن بها في قراءة مشاعرنا بعد قراءتنا لصورة يصورها هذا الشاعر بداخل هذه القصيدة. لا أقرأ مشاعري بتفاؤل ولا أقرأها بتشاؤم، أنا أمام صورة شعرية ضبابية نوعا ما، ولكنه يبدأ شيئا فشيئا بشكل صامت ولكن يصرخ، يحاول أن يعبر عن رغبة قوية، يحاول أن يفضح الحقيقة رغم أن الوضع قاس. هو يرغب أن يبوح للغريب للسائح بسر خطير. نشعر ببوادر قوة، نشعر بمشروع فضح لهذا الواقع الكاذب الذي ينقله الآخر بشكل مناف للحقيقة. في التعبير حين يقول له لأبوح لك بسر خطير، في البوح تعبير عن النفس، نشر للحقيقة، تعري للواقع، رغبة في حرية التعبير. في البوح فضفضة، في البوح كب وسلب الحريات. السر الخطير الذي يرغب الشاعر في فضحه وفي البوح عنه يدل على أنه ملاحق ومراقب، قد يعكس غير الحقيقة، هناك كبت وسلب للحريات. القصيدة تحمل كثيرا من المعاني لكنها مبطنة، علينا نحن أن نقوم بفك هذه الشفرة وبمحاولة الغور بداخل القصيدة لمعرفة هذه الطروحات ومعرفة هذه المعاني التي تحملها هذه القصيدة القوية لمحمد الماغوط. تذكروا أنني قلت لكم في بداية الدرس أن محمد الماغوط رافض لما يجري في شرقه، محمد الماغوط يثور على السيء الموجود، يسخر من الموجود، يرفض هذا الموجود، ولكن هذا الرفض لا يمكن له أن يبقى داخل القصيدة، إنه ينادينا، إنه ينادي القارئ أن يحمل هذا الرفض إلى ملعبه ليبدأ ببناء واقع جديد وآخر. انظروا كيف يستخدم الفعل اصرف، اصرف أدلاءك ومرشديك، لأنه يريد أن يبوح، يريد أن يقول له الحقيقة، الحقيقة التي لا تصل إلى الآخر. إنه يشير إلى أنه مقموع، يخاف من ممثلي السلطة، يخاف من المخبرين الذين يخفون الحقائق، يحاول أن يوصل الحقيقة من خلال الغريب لأنه لا يثق بالقريب، هذا القريب يخاف هو أيضا أن يوصل الحقيقة، لذلك يشعر بهذا القمع فيصمت. ولكن جاءنا الماغوط ليقدم غير الصمت، ليقدم هذا البوح من خلال قصيدته التي عكست صورة حقيقية لواقع الشاعر الذي يعيش في شرقنا، هذه الحياة القاسية التي لا تليق بحياة المثقف ولا تليق أيضا بحياة غيره. جميع الانطباعات التي دونها السائح قبل لقائه بالشاعر كتبها بنظر شاعرنا هي عبارة عن أكاذيب، ما يطلب منه واضح أن يحرقها،
أن يلقي بها إلى الوحل، لأنه يرى بهذه الانطباعات ويرى بهذه الأوراق عكس ما يشعر وعكس ما يعيش في داخل بلاده. ما كتبته من حواش وانطباعات أيها السائح يجب أن تحرقها، يجب أن تحرقها وأن ترميها بالوحل. ألقي بها إلى الوحل، ألقي بها إلى النار. وأنا سأقول لك الحقيقة، أنا سأفضح الحقيقة، سأعري هذا الواقع وأقدم لك الحقيقة التي على العالم أن يراها كما يجب. أمامنا صورة مركبة فيها تناقضات إيحائية. الصورة مركبة من عناصر كثيرة. لدينا شاعر من الشرق يبكي ويقعي أمام عتبة الفندق، رصيف، سماء ممطرة، سائح يحمل منظارا، فندق، منديل أبيض، أوراق، أدلاء، مرشدون، فلاح يدرج لفافة، محرم، يد، خيمة. هذه العناصر معا تشكل صورة، تشكل صورة مركبة تعبر عن حياة مركبة متناقضة، لكنها صورة موحية إلى وضع خطير، صورة توحي إلى قسوة ما يحيا هذا الشاعر، صورة علينا أن نرفضها كما يقوم برفضها الماغوط في قصيدته. هي صورة تحاول القصيدة أن تقدمها بواسطة أساليب كثيرة، تحاول أن تعكسها لنا بصور شعرية كثيرة لتساعد المتلقي، لتساعد القارئ على فهم ما يحمل ما هذا النص الشعري من رسالة تربوية واجتماعية قوية. هذه الرسالة سنصل إليها معا أنا وأنتم حين نكمل الآن قراءة القصيدة. انظروا إلى كم الأساليب الفنية التي يقوم الشاعر باستخدامها. العنوان بحد ذاته، أيها السائح، انظروا، هذا النداء ينادي الغريب ولديه قريب، لكن هذا القريب يراه بعيدا، يرى هذا القريب بعيدا. الطباق واستخدامه للطباق، التكرار، يا المتكلم، طفولتي أنا أتحدث عن نفسي، كهولتي أنا، وطني أنا. هذه الميتة شعرية الحاضرة بقوة في قصيدة الماغوط تقول الكثير. الظرف، التوكيد، الخطاب، الغياب، فعل الأمر، اصرف، يتمنى، علني ألمح، يشير، الإشارة يشير إلى الكثير. الصفة، اللغة، انظروا اللغة التي استخدمها أيضا، واختيار الشاعر للفعل يقحي، هل هو اختيار جاء بمحض صدفة؟ إذن لدينا كم كبير من الأساليب الفنية التي يستخدمها الشاعر في داخل القصيدة، حاول أن يوظفها بشكل رائع لتخدم من خلال السياق المعنى المراد والطرح المراد من وراء هذه القصيدة. أريد أن أصل وإياكم إلى بطاقة لهذا النص. أنا قلت لكم في البداية، أنا محمد الماغوط شاعر رافض، شاعر ثائر، لكنه لا يريد لهذه الثورة أن تبقى في داخل القصيدة، لا يريد لهذه الثورة أن تبقى في داخل النص، يريد أكثر من هذا، يريد أن يأخذ بنا إلى ملعب التغيير، يريد أن يأخذنا إلى هذا المكان الذي ننتفض فيه نحن أيضا، ونرفض الموجود ونرفض هذا الواقع، لنقوم مع الكاتب ومع الشاعر ومع الإنسان المسؤول، الإنسان الذي يأخذ على عاتقه أن يغير السلب ويغير الشر الموجود، ليأخذ بهذا الواقع وبهذا العالم إلى الأمثل وإلى الأفضل. إذن نحن أمام نص تثويري من الدرجة الأولى، يحاول الشاعر أن ينقل رسالة ورسالة قوية
إلى القارئ إلى المتلقي ليأخذ ليقوم بدوره هو أيضا من خلال بناء واقع جديد. We'll be right back.
نعود لنؤكد أن النص الذي أمامنا هو نص ثوري. لا، بل هو نص تثويري. إذن الفرق واضح بين النص الثوري والنص التثويري. محمد الماغوط رافض، محمد الماغوط ثائر، ولكنه كإنسان مسؤول، كشاعر مسؤول، لا يريد لهذا الغضب، لهذا الرفض، ولهذه الثورة أن تدفن في داخل القصيدة، وإلا لما كان الحديث عن دور الأدب كدور بناء في بناء الأمة وفي تغيير هذا الواقع وفي بناء الوعي كذلك الأمر. إذن نحن نتحدث عن ثورة، نتحدث عن تغيير ينتقل إلى ملعب القارئ، ينتقل إلى فكر القارئ، ومن خلال هذا الفكر نبدأ نحن بالتفكير كيف يمكن لنا أن نغير، كيف يمكن لنا أن نحسن وأن نطور هذا الواقع. سأعود مرة أخرى إلى النص. الحالة التي يعيشها المثقف العربي تستدعي الشكوى، هذا ما قاله النص ولست أنا. أي أدلة ممكن أن أرى في داخل القصيدة التي تتحدث عن هذه الفكرة؟ لدينا الكثير. أنت تطلب دليلا وأنا لدي أكثر من دليل. صورني وأنا أبكي، الشاعر يبكي، هذا دليل. أقعي بأسمالي، الشاعر يقعي بأسماله، هذا أيضا دليل. هذه حالة، الشاعر مثقف وهذه حالة المثقف. لأبوح لك بسر خطير، إذا أراد أن يبوح فهو شاعر مقموع، لا يحق له أن يبوح، وإلا لما كان يعبر عن هذه الرغبة بهذا الشكل. لم يكتفي الشاعر في وصف حالته الكئيبة، بل استمر ونقل النص إلى حدود الحقل السياسي. ما هي الحالة؟ وما هو المسبب؟ وما هو الموقف الذي يشير النص إليه ويحمله إلى الحقل السياسي؟ انظروا، أنا لا أريد أن أحمل القصيدة أكثر مما يمكن لها أن تحمل، ولكن في القصيدة لدينا حالة ولدينا مسبب ولدينا موقف، وهذا ما يجعل القارئ، ما يعطي للقارئ إمكانية أن يحمل هذا النص إلى حقل دلالي سياسي. الحالة يشير وتشير إليها القصيدة بشكل واضح. يعاني الشاعر من فقر مدقع، لدينا كبت ولدينا كم، لدينا كبت ولدينا قمع. من السبب في هذا الفقر؟ من السبب في هذا القمع؟ هل تذكرون حين قال اصرف أدلاءك ومرشديك؟ لدينا مخبرون وإشارة إلى سلطة. إذن الحالة واضحة، والمسبب أشار إليه أيضا بشكل واضح. أما الموقف فهو ما تدعو إليه القصيدة. هل يمكن لك أيها القارئ أن تقرأ قصيدة كهذه ولا ترفض؟ هل يمكن لك أن تقرأ قصيدة كهذه ولا تتخذ موقفا؟ كيف يمكن لقارئ مسؤول، لإنسان جاد، ألا يتخذ موقفا إزاء هذه الحالة التي يحياها المثقف العربي في شرقنا الحبيب؟ ما دامت الحالة واضحة وما دام المسبب معروف فعلينا باتخاذ موقف، علينا باتخاذ موقف نحاول بتطبيقه وبتحقيقه أن نأخذ عالمنا إلى مكان أمثل وإلى مكان أفضل. درس اليوم كان درسا شائكا وشائقا، كان شائقا بكثير ما يحمل من مفردات وطروحات كثيرة وصور شعرية رغم وجعها كانت مثيرة للسؤال ومثيرة أيضا للتفكير، أخذتنا إلى أكثر من مكان. لقد دعت أيضا عنصر التخيل إلى العمل بشكل قوي،
وجعلت القارئ يتخيل ويفكر ويأخذ خياله إلى مكان ليصور هذا الشاعر الذي يرتدي الأسمال والثياب البالية، الذي يجلس على الرصيف والدنيا تمطر، أن يصف من خلال التوصيف ومن خلال المفردات الوصفية التي كانت بداخل القصيدة هذه الحياة القاسية التي يحياها هذا الشاعر. ومرة أخرى أقول، إذا كان الشاعر المثقف يعيش في وضع قاس كهذا، فما حال الآخرين وما حال باقي الشعب؟ لدينا الكثير لما نأخذه من هذه القصيدة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وأرجو أن تكونوا قد تعرفتم على شاعر مميز وعلى قصيدة مميزة، على شاعر يثور على الواقع السيء طموحا لبناء واقع جديد يحمل العدل والحب والدفء. كونوا بخير أحبتي، وعلى أمل أن تعودوا إلى مقاعد الدراسة في القريب العاجل بإذن الله. لكم شكري وتقديري على هذا الإصغاء.